في كل مرة يفاجئ الفنان المصري الشهير تامر حسني معجبيه في حفلات زفاف أو مناسبات مختلفة، ولكن هذه المرة لم تسلم الجرة كالسابقات. مفاجأة تامر حسني لم تتلقى قبولا لدى الملايين. هناك فيديو مثير للجدل، هذا هو الفيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كان بطله المطرب المصري تامر حسني وإحدى الفتيات في يوم زفافها، حيث قرر عريس تلك الفتاة أن يعمل مفاجأة لها، فأحضر من؟ أحضر تامر حسني إلى الغرفة، غرفة تغيير الملابس الخاصة بالعروس التي تتحضر بها تلك العروس. فاختبأ أين؟ اختبأ هنا خلف الكنتور أو خلف المرآة لا أعلم، في أثناء وضعها للمكياج، على أساس يعني هي ما تدري بتامر حسني. وظهر فجأة لتصرخ الفتاة من فرحتها، واه تامر حسني، اه تامر حسني، وتامر حسني يقول اه عروس عروس، هكذا يعني كان الفيديو والفكرة يعني. تفاجأ ونحن أيضا تفاجأنا، ومن تابع الفيديو أيضا تفاجأ، وزوج العروس أيضا تفاجأ لتلك المفاجأة التي حضرها الفنان وفاجأ بها العروس التي تفاجأت بمفاجأة تامر حسني الذي فاجأنا بها جميعا. هل أنتم تفاجأتم؟ لنتابع المفاجأة. بعد ما كنت رافضة فكرة الارتباط، بقى عندي انت اغلى حد عندي، بس بقى عندي انت خلاص بطل كل الحكاية، انت اختيار. ايه رايك في المفاجأة دي؟ تامر حسني نشر صورة برفقة العروس وعريسها، هذه الصورة عبر ستوري على حسابي الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، في انستغرام أيضا كتب تامر، قال: جيت من مصر علشان أكون جزء من يوم العروسة مريم وعريسها الألماني، وأنا حبيت أفاجئها لأنها بتحب أغاني من صغرها، مبروك حبايب قلبي. طبعا هذا الفيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، فأفرز الكثير من الانتقادات التي وجهت لتامر حسني وللعريس وللعروس أيضا، قالوا أن الفيديو خارج عن الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية المصرية المعروفة، والعروس ليست من أصدقاء تامر حسني أو من أقاربه، يعني بلا مفاجأة بلا زفت بلا نيلة، كان أفضل على حد قول المصريين. نبدأ التعليقات من تعليق كتبته ووردز. ماذا قالت ووردز في تعليقها؟ تقول ووردز: تفاجأت أنا واللي يصور المسكين ما يدري، مصور من قدام ومصور من وراها، حتى الهند ما سووها. تعليق من محمود يقول في تعليقه: أبو رستم، حسب خبرتي الفكرية والعلمية بهذا الكلام ومعرفتي الواسعة من الناحية التكتيكية والعصبية المبدئية في ظل التطورات الراهنة، توصلت إلى نتيجة ملموسة جدا وعميقة أنه ليس لدي شيء أقوله. تعليق آخر ومداخل من محمد: العريس بين عليه أجنبي والعروس أما إنها مش متدينة بالإسلام أو إنها مش مسلمة أصلا، فإشطة ما يشغلوناش. يقول كمال في تعليقه: من الأعراف والعادات والتقاليد العربية احترام بيت نوم الزوج أو الزوجة، ولا يجوز دخول الغرباء إليه، هذا أحضر شخص إلى بيت النوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول بأن هذا التصرف صبياني من زوجي زوجته، أين هي الغيرة والرجولة؟ تعليق ومداخلة من صلاح معلم: يا جماعة كده عيب، وتامر حسني حيزعل منكم، من كون ناس حزين، الراجل محظوظ وخلوه يستمتع، والحضن المستحق من الزوج الكريم والأصيل والبار بوالديه. تعليق من ميار تقول: ميار شامي، جوز ذكر بط بلدي ورفع شعار ليلة الزفاف للجميع، ده ما فيش في جسمها حاجة ما احتفظت الشبي، هو أول واحد يشوفها يخرب بيت الرجولة اللي بقت اسمي بس على رجالة ورق. طبعا هناك أخطاء في أثناء قراءتي باللهجة المصرية أكيد.